مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023. بدء سداد القسط الأول وحجز الكتب. مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 حديث الساعة منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وأسدل الستار على العام الدراسي 2021 إلى 2022 فبدأت المدارس فتح باب سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الجديد رغم عدم تحديد المصروفات الدراسية فهل تزيد أم تبقى كما هي؟ أمل محمد نائب رئيس جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر أكدت أن مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 من المرجح أن تزيد على العام الماضي موضحة أن المدارس الخاصة بدأت استقبال القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الجديد رغم عدم تحديد نسبة الزيادة المقررة ما سبب حيرة لدى ولي الأمر. مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 هل تزيد؟ وأضافت أمل أن مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 شملت أيضا على الإعلان عن حجز كتب العام الدراسي الجديد مؤكدة أن المدارس بررت حجز الكتب بكونها على عدد الطلاب فقط وتسهيل عملية الحصول عليها من المطابع دون أي تأخير. وأوضحت نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة أن المدارس تلزم ولي الأمر بسداد ثمن ملف التقديم للعام الدراسي وهو يختلف من مدرسة لأخرى موضحة أن ثمن الملف يصل إلى 500 جنيه ومدارس أخرى ب 1000 جنيه وأخرى ب 1500 جنيه. ضوابط القبول بالمدارس الخاصة 2022 إلى 2023 وعن أسباب اختلاف ضوابط القبول في المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 أكدت أمل محمد أن الاختلاف يعود إلى حرص كل مدرسة على الاحتفاظ بمكانتها ومستواها التعليمية كشرط إجادة ولي الأمر لغة أجنبية بجانب اللغة العربية ورفض أبناء المطلقات موضحة أن هذه الشروط قد لا تعلن في بعض الأوقات. من جانبه أكد المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار بزيادة مصاريف المدارس الخاصة 2022 إلى 2023 موضحا في تصريحات خاصة أنه تم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد.